إذن تابعنا مشاهدينا ختام فعاليات الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية أفر مصر الذي شهده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. وخلال الفعاليات أكد رئيس مجلس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت مكانا يبعث على الأمل، مشيرا إلى أن مبادرة رالي السيارات الكهربائية تأتي في إطار جهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي، مؤكدا أن الدولة لديها اهتمام كبير بتوطين الصناعة في مصر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من فعاليات ختام رالي السيارات الكهربائية بالعالمين الجديدة الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بك، يعني كنت معنا في التغطية الإخبارية السابقة ويعني قدمت لنا يعني تفاصيل هذا الرالي، والآن بعد أن شاهدنا افتتاح الرالي وختام السباق اليوم هذا الموسم الخامس لرالي السيارات الكهربائية للجامعات المصرية، ما يميز هذا الموسم الخامس عن المواسم السابقة وما شاهدته من تفاصيل المشهد وأنت حاضر في العالمين الجديدة؟ أرحب بكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة. يعني ردا على سؤالك، ما يميز هذه النسخة هي تواجدها في مدينة العالمين الجديدة والاستعدادات القوية في هذا السباق وفي هذه النسخة. ربما نرى هذه الاستعدادات متمثلة في أشياء كثيرة. أولا في هذه المنطقة التي تم تخصيصها ل يعني إقامة رالي السيارات الكهربائية اليو أرينا، مساحة كبيرة يتم إقامة الحفلات عليها ومساحة أخرى يتم إقامة مثل هذه المسابقات عليها، فبالتالي اليو أرينا تستوعب أكبر عدد من الطلاب وأكبر عدد من الزائرين والجماهير، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالإضاءة، الأعمال الخاصة بالمسرح، الأعمال وأيضا والتجهيزات الخاصة بالبنية التحتية أو الأرضية وهي التجهيزات الخاصة بسباق السيارات بشكل عام. فبالتالي هناك استعدادات على أعلى مستوى تتم في هذه النسخة، بالإضافة إلى المشاركة القوية، نتحدث عن 43 فريقا من 28 جامعة يتنافسون منافسة قوية، كل جامعة تقدم ما لديها من طلاب ومن أفكار ومن تصميم ومن تنفيذ لهذه السيارات التي تتنافس اليوم في هذه الجولات المهمة. وربما حالة التنافس والحالة التشجيعية والألعاب النارية وغيرها هي أيضا تميز النسخة الخامسة التي تتواجد على أرض مدينة العالمين الجديدة، ولعل هذه النسخة تشرفت بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ورسائل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تؤكد على مدى اهتمام الدولة بأولا طلاب الجامعات والأنشطة التي تتم في الجامعات، ثانيا بأهمية توفير المناخ وتهيئة المناخ ليكون هناك توطين لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا هو هدف هذه المسابقة والرسالة التي يتم توجيهها اليوم بالمشاريع المختلفة الموجودة لدى الطلاب. وعندما تابعنا هؤلاء الطلاب بدءا من الأمس أثناء الاستعدادات واليوم أثناء الدخول لهذه السباقات، رأينا حماس كبير لدى هؤلاء الشباب وأيضا أفكار كبيرة تدل على مدى اهتمامهم بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتحدثوا عن دعم الدولة ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي، خاصة أن نحن نتحدث عن جوائز مالية قدرها مليون جنيه سيتم توزيعها على الفائزين. ودعوني أنقل لكم بعض المفاجآت أو بعض الإعلان عن هذه الجوائز. منذ قليل تم الإعلان بالنسبة لمسابقة دراك ريس، تم إعلان جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا هي التي فازت في هذا السباق. يتم الاستعداد الآن لسباق 24 لفة، هذا نوع من أنواع السباقات الموجودة الآن في رالي السيارات، لكن حتى الآن تم الإعلان عن فوز هذه الجامعة وتم خوض يعني نتحدث عن مسافة 75 متر أثناء مشاركة 22 جامعة مصرية فازت
جامعة القاهرة للجديدة للتكنولوجيا في هذا السباق، بالإضافة إلى أنه الآن يتم الاستعداد لانطلاق السباق الآخر. منذ صباح هذا اليوم وهناك حماس وتنافس كبير بين الطلاب المشاركين، ولكن يعني هذا الحماس يمتزج بالأجواء الساحرة والجميلة لمهرجان العالمين الجديدة والفعاليات المختلفة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة موجودة ضمن المشاركين والطلاب واهتمام المسؤولين بهذه المسابقة، هو تأكيد على مدى اهتمام الدولة بهذه الفعالية الكبيرة التي لازالت مستمرة حتى الآن. نتحدث أيضا عن أن منطقة اليو أرينا تستضيف غدا عدد كبير من الحفلات المختلفة، نتحدث عن مسار إجباري، ونتحدث أيضا عن حمزة نمرة وسعاد مسي، بالإضافة إلى استقبال مهرجان الطعام. فالحقيقة كمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت عدد كبير جدا من التسهيلات لاستضافة هذا الحدث الكبير بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا ليس التعاون الأول، ولكن منذ بداية مهرجان العالمين الجديدة ونحن نرى ثمار هذا التعاون في وجود عدد كبير من الجامعات المصرية المشاركة في المنطقة الشاطئية وفي الفعاليات المختلفة، سواء في ملعب كرة القدم أو حتى في ملعب البادل أو في بعض الرسومات بالفنون التشكيلية المختلفة التي تجسد التطور العمراني والسياحي الموجود في مدينة العالمين الجديدة. فحضور أيضا قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم هو رسالة قوية على مدى دعم الشركة لكل المبادرات الوطنية المختلفة التي تسلط الضوء على سواء المدن السياحية أو حتى دعم المبادرات الحكومية المختلفة. نتحدث اليوم عن أن يعني هذا السباق رسالة قوية لمبادرة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا أيضا يشير إلى مدى التفاؤل الكبير يعني الأفكار وب العقول الموجودة داخل الجامعات المصرية والتي تنفذ على أرض الواقع هذه السيارات التي رأيناها اليوم. نتحدث عن أكثر من 700 طالب يشاركون في هذه النسخة الخامسة. مسابقة رالي السيارات انطلقت للمرة الأولى أو كان الإعلان عنها في عام 2017، و 2018 كانت الانطلاقة الأولى للنسخة الأولى لهذا السباق، وتوالت هذه النسخ طبعا، لكن نجاح النسخة الخامسة التي نحن بصددها الآن وتواجدها على أرض مدينة العالمين الجديدة هو رسالة قوية ودليل على إرادة سياسية قوية حولت هذه المدينة من مدينة ألغام إلى مدينة أحلام تستضيف عدد كبير من الفعاليات، محمود جميل، وربما هذه الفعالية خير دليل وأكبر دليل على هذه الإرادة. لديك كل الحق، هي رسالة بتحمل يعني كل معاني التفاؤل والطاقة الإيجابية للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. والآن إلى جولة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة تغيرت كثيرا عن 6 سنوات مضت. وأكد مدبولي أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتصل هذه النتيجة التي تبعث الأمل. جاء ذلك خلال فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية إيفر مصر. النهاردة احنا موجودين في قلب مدينة العالمين الجديدة، ويمكن زي ما مقدم الحدث قال هذا المكان ما كانش موجود خالص من 6 سنوات، يعني كانت مجرد صحراء قاحلة وكان فيها مشاكل كبيرة، وكان بيبقى ساعات في أطفالنا وشبابنا ممكن يعني يحدث ليهم إصابات بسبب الألغام اللي موجودة. فالنهاردة إن احنا نشوف مكان بقى بينبض بالحياة بهذا الشكل، ده شيء عظيم وبيبعث بالأمل، وزي ما بنقول البنى بسواعد شباب مصر، وهذه المشروعات وهذه المدن هي كلها لشباب مصر إن شاء الله في خلال الفترة القادمة.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تشجع تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من قدرات الشباب شباب مصر، وأنها ستقدم المزيد من الدعم للاستفادة من كل الخبرات بمجال الصناعة لا سيما صناعة السيارات. والحقيقة أن هذا الجهد الحقيقة بيأتي في إطار أن إحنا كدولة بنشجع النهاردة تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي زي ما الدكتور أيمن قال، ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات حقيقية على الأرض. وهنا أنا حابب أن أنا أجدد التأكيد على تقديم كل الدعم لشباب مصر للإبداع والابتكار بما يحقق زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة خاصة صناعة السيارات. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد شهد فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية المقام إيفر مصر والمقام بمدينة العالمين الجديدة. كانت منطقة يو أرينا بمدينة العالمين الجديدة قد أنهت الاستعدادات النهائية من تجهيز أرض سباق النسخة الخامسة لمسابقة أكبر رالي للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة 10,000 طالب من مختلف الجامعات. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة في مدينة رأس الحكمة. خلال الجولة وجه رئيس الوزراء أن تكون كل العقود التي سيتم تسليمها للأهالي مسجلة ومخصصة بالاسم لكل مالك منهم. كما كلف مدبولي محافظ مطروح بأن يعرض عليه خطة تسليم الأراضي البديلة بشكل يومي وتحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم لإسراع الخطى في هذا الملف. ووعد رئيس الوزراء الأهالي بتنفيذ أية مطالب لهم، حيث طالب الأهالي بإنشاء مدرسة تجريبية بالمنطقة. وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ هذا المطلب، وحرص رئيس مجلس الوزراء على زيارة المنطقة المخططة لأهالي قبيلتي الصنفرة والزعيرات والتي أصبحت جاهزة لتسليمها للأهالي المستحقين. واستمع إلى شرح مفصل من وزير الإسكان حول موقف تسليم الأراضي للمستحقين بمنطقة شمس الحكمة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوسع في تنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحقق المزيد من المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات. وخلال تفقده أعمال إنشاء محطة رأس الحكمة التي يتم تنفيذها ضمن المشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، أكد مدبولي أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيعمل على الربط بين العديد من المناطق التنموية الجديدة أو القائمة في قطاعات التعمير والصناعة والزراعة والسياحة، تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في هذه القطاعات. وأشار مدبولي إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تساهم في خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية بالمواني البحرية، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وقطاع السياحة. أكد مدبولي أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030. خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أهمية حوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة وتحديد أولويات للصناعات المستهدفة، وأنه سيتم عقد لقاء مع غرف الصناعات بهذا الشأن. وتمت الإشارة أيضا إلى أن وزارة السياحة والأثار بدأت بالفعل في تلقي عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في مبادرة دعم قطاع السياحة، وأنه جاري حاليا دراسة هذه الطلبات.
تبع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أكد مدبولي أهمية متابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام في ظل ما تتبناه الدولة المصرية من تحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا نوشاط الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي الجاري 2024-2025. أعلنت الحكومة نشر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وذلك في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتكريس الاستدامة البيئية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ. تعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار. يترأس رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعا السبت المقبل بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب السياسية والحوار الوطني وعدد من الشخصيات العامة لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وصرح الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع أن الاجتماع سيكون إذانا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها بشأن إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، تمهيدا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. خلال اللقاء أشاد وزير الدفاع بالدور الوطني الذي تقوم به اللجنة في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي، مؤكدا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في سبيل الحفاظ على تراب مصر. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث قدم أعضاء اللجنة التهنئة لهما على ثقة القيادة السياسية في تعيينهما بمنصبيهما الجديدين، متمنين لهما التوفيق ومشيدين بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي المصري، مؤكدا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري بالدوحة يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح المصدر استمرار مفاوضات الدوحة ليوم آخر وسط محاولات تقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مصريا قطريا أمريكيا من أجل تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. اعتبر البيت الأبيض أن الجولة الجديدة من المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة في قطاع غزة حققت بداية مشجعة. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال إن الجانبين اطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدم تغييرات عليه، مشيرا إلى أنه تجري حاليا مناقشة تفاصيل التنفيذ. وأكد كيربي أنه يمكن التغلب على العقبات المتبقية والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وتوقع كيربي استمرار المحادثات غدا الجمعة مطالبا الأطراف لتقديم تنازلات بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية. خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان التركي أكد أن غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية وأنه لا دولة بدون غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيعيد بناء غزة بمساعدة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم. ونشيد في هذا المقام بمواقف كل من مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية والمتوافقة تماما مع موقفنا والداعمة لها في كل المحافل، ونشيد بالإجماع الدولي، الآن في إجماع دولي المعارض لهذه المخططات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لقد قلناها في الماضي ونقولها اليوم وغدا، إن غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، وأن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. وشعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، وسنعيد بناء غزة. الآن دمر 70% من غزة، نعيد بناءها، وسنعيد بناء غزة ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه ومساندة أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية داعيا إلى تأمين وصوله إليها. كما دعا عباس أيضا زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة قطاع غزة. واتهم عباس الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو لثلاث مرات أمام مجلس الأمن ضد وقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة. فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت الفيتو تصور ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد مطالبة العالم بوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. ثلاث مرات تقف المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن وتستعمل الفيتو لحالها، و14 آخرون يطالبون بوقف القتال. هذه هي أمريكا.
مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن القوات الخاصة الأوكرانية أسرت مجموعة تزيد على 100 جندي روسي في أثناء توغل كييف عبر الحدود في منطقة كورسيكا الروسية غرب البلاد. أضاف المصدر أن المجموعة المكونة من 100 جنديين اثنين هي من فوج البنادق الآلية التابع للثوري ووحدة أخمات التابعة له، وتعد هذه هي أكبر مجموعة من الجنود تم أسرها دفعة واحدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وشنت أوكرانيا هجومها المباغت على منطقة كورسك في 6 أغسطس، وتقول إنها سيطرت حتى الآن على مساحة تزيد على 1000 كيلومتر مربع في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سوتكا في منطقة كورسك الروسية. في هذه الأثناء أعلن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية، موضحا أن الإدارة العسكرية مكلفة بتولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية. На недопущених просування противника в напрямку Донецька та Покровська, нанесення йому максимальних втрат, створення сприятливих умов для подальших дій. На території توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهار طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا محليا وعالميا. نهاية التاسعة، دمتم في رعاية الله. شكرا للتيم المتابعة وإلى اللقاء.